يعد التعليم والتدريب ذا أهمية بالغة في رفع كفاءة أفراد المجتمع وتنمية قدراتهم لتنفيذ أهداف الخطة الإنمائية. لذلك فقد أقامت اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو ملتقى المؤسسات الوطنية نحو دعم التعليم المهني والفني بدولة الكويت. هذا الملتقى استرشادا بتوجيهات رؤية دولة الكويت التنموية 2035 الرامية إلى بناء ودعم القدرات الوطنية في مجالات التعليم الفني والمهني القادرة على تنفيذ البرامج التنموية الوطنية، حيث يتبوأ موضوع بناء القدرات البشرية الوطنية المتخصصة والمؤهلة مقدمة الأولويات التنموية بدولة الكويت. أهداف الملتقى طبعا التعريف بالقوانين والتشريعات والخطط والبرامج المعنية بالتعليم المهني والفني والتدريب دولة الكويت، إلى جانب تقييم الوضع الراهن لمسارات التعليم الفني والمهني والبرامج التدريبية بدولة الكويت. نقدر نقول الوقوف على مدى ملائمة المناهج الدراسية الحالية للتعليم المهني والفني بدولة الكويت، إلى جانب تسليط الضوء على أهم قضايا ومستجدات التعليم الفني والمهني، التدريب في عصر الانفجار المعرفي والتطور الرقمي. بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين، تم طرح العديد من المحاور التي تركز على واقع التعليم الفني والمهني ومناهجه وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض ببرامج ومسارات التعليم الفني والمهني. أبرز المحاور الآن التحديات التي واجهت في مسألة بلوغ الاستراتيجيات. الاستراتيجيات تم عملها في فترة سابقة، أبرز التحديات الآن كيف تفعيل الاستراتيجيات والبلوغ للأهداف، لأنها صادفت بعض التحديات في الفترة الماضية. بعض التحديات قد تكون سياسية، تشريعية، مالية، اقتصادية. وجود صناع القرار تحت سقف واحد على أساس أن يتفقوا على رأي موحد يجعلهم قادرين على أن يصلوا إلى أهدافهم. الاستثمار في هذا النوع من التعليم هو أمر في غاية الأهمية.